بيك على شاشة بكم صالة نور. طبعا برحب بك يا مصر، طبعا انت صديق ليا شخصي، وبرحب ببرنامج وبرنامج كابتن مدحت طبعا، وتحياتي ليه طبعا وتحياتي للضيوف الكرام. احمد جعفر واحد من نجوم نادي الزمالك، هدافي نادي الزمالك، يمكن الموسم اللي فات يمكن كنت من اسباب حصول نادي الزمالك على بطوله كاس مصر، كنت هداف بطوله افريقيا. فجاه الموسم ده يمكن احمد جعفر شويه بعيد عن تشكيل الاساسي نادي الزمالك، يا ترى ايه السبب؟ لا طبعا مش بعيد ولا حاجه، يعني فتره شاركته وفتره قعدته وفتره جات لي اصابه وكده، وموجود اهو الحمد لله. يعني طبعا الفتره اللي انا مش موجود فيها دي بتاعت رؤيه الجهاز الفني طبعا، انا ما كنتش موجود وكده، او هم شايفين انا مش لسه ما جهزتش او كده حاجه زي كده يعني. فاعتقد ان انا يعني طبعا رايهم محترم طبعا، ودي هم شايفين مصلحه الفرقه اكتر من اي حد طبعا. ربنا بس يكرمنا الفتره الجايه، الفتره الجايه صعبه، وان شاء الله باذن الله يعني نكسب باذن الله ونصعد مربع ذهبي باذن الله. البعض بيقول ان في مشاكل بينكم من الجهاز الفني، يمكن تراكمات قديمه، البعض بيقول لا احمد جعفر عايز يمشي، انه اعلن ما بيلعبش، مش متعود ان هو يقعد على دكه الاحتياطي، ايه السبب بصراحه؟ يعني احنا عايزين نتكلم بصراحه. لا ما فيش اي، انا ما قلتش انا مش جاهز، انا بقول لك هم ممكن يكون عندهم يعني، عشان لسه راجع من اصابه وكده بعد قبل ماتش الحرس وكده، فهم ممكن يكون يعني لسه مثلا ما جهزتش بنسبه 100% وكده، فهي وجهه نظر يعني. فالموضوع ان انا ما فيش مشاكل خالص بينه وبين الجهاز الفني طبعا، انا لعيب وهم جهاز فني، فطبيعي انت طبعا انا لعيب في الملعب، مش يعني اي حد، اي لعيب مهما كان اسمه مهما كان حجمه طبعا المدير الفني فوق اي حد طبعا، ويسمع كلامه طبعا، فما عنديش مشاكل مع اي حد طبعا في نادي الزمالك. الفترة دي أنا الحمد لله بتمرن كويس. لو الوضع استمر يا أحمد بصراحة، أنت لعيب كورة وطبعا لعيب كرة القدم، ممكن طول ما هو موجود في الملعب سعره بيزيد واسمه بيزيد، وخاصة في منتخب وأنت واحد من أعضاء المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، لو الوضع ده استمر. بص مصري مش هكذب عليك، مش كسر لو الوضع استمر، يعني أنا لو حاسس إن أنا ماليش دور في نادي الزمالك زي قبل كده، الحمد لله الأربع سنين اللي أنا كنت بلعب فيهم لوحدي الحمد لله، كان جه 15 فيروز جه ويمشي، وما كانش حد بيستحمل الوضع بتاع نادي الزمالك، انا كنت بستحمل الوضع وكنت بلعب وما كانش عندي اي مشاكل في نادي الزمالك. فالوضع لو فضل كده، لان انا ما عنديش اي مشاكل مع حد زي ما قلت لك، لكن لو انا حسيت ان ماليش دور، لا طبعا اكيد انا اي حد لو ما بيحس ان ماليش دور في فرقه او في ناديه فبيمشي، مش احمد جعفر لوحده، لا اي لعيب في العالم كله يعني ما بيحس ان ماليش دور وكده فبيمشي عادي يعني. في كلام عن بعض المفاوضات مع بعض الانديه، بالفعل انت فتحت الباب لكل الانديه ان احمد جعفر موجود وان هو مستعد ان هو يكون موجود في اي من الانديه دي الفتره اللي جايه؟ ما فيش الكلام ده خالص، انا موجود مع النادي وبنمر فتره صعبه، فلازم نكسب ان شاء الله ونصعد الدور الرباعيه. يعني موضوع الكلام ده زي ما قلت لك، لو فضل كده في الاخر الموسم، لكن ما اقدرش اتكلم دلوقتي في اي حاجه، انا موجود مع النادي، ممكن النهارده مع جنبك في مدرجات، بكره في الملعب، فانا مركز ان انا اكون موجود في الفرقه، فان شاء الله باذن الله الواحد يعني الفتره الجايه اتمرن اكتر واجتهد اكتر واكون موجود مع الفرقه باذن الله. طبعا ماتشات صعبه طبعا، بس ان شاء الله باذن الله، يعني انا شايف ان احنا قادرين ان احنا نصعد باذن الله المربع الذهبي باذن الله، خاصه ان احنا عندنا 5 ماتشات، هو اي فيهم ماتشات يعني مع الاسماعيلي ومع الشرطه ونفس الفرقه اللي بتنافسك، فان شاء الله باذن الله يعني نصعد باذن الله ونفرح جمهور الزمالك بالصعود ان شاء الله، وماتش النهارده باذن الله يريحنا يعني فتره كبيره، يعني بنسبه كبيره يريحنا شويه، وان شاء الله باذن الله نكسب. جمهور الزمالك بقى اللي بيتساءل عن اسباب غياب احمد جعفر، اكيد يعني عايز يسمع منك كلمه وتطمنهم عليك وعلى احمد جعفر الفتره اللي جايه. لا احمد جعفر طبعا موجود وبيتمرن بشكل كويس جدا وموجود مع الفرقه، بس هي طبعا الفتره دي وجهه يعني وجهه نظر المدير الفني وتحترم طبعا، انا موجود في الفرقه وان شاء الله اكون موجود الفتره الجايه باذن الله.